for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ احنا الآن في كليمزن شابل، معكم أخوكم ياسر. طبعا أنا قفلت السوني ورجعت مرة ثانية وأدور على هذا في كذا شخصية، عندي 10 شخصيات ماني لاقي مع الأسف. سبحان الله، فتحت الشخصية هذه اللي عندي، واحدة من الشخصيات الثانية، ولقيت، فالحمد لله. خلينا نحط رسالة هنا. بس الوجه نخلص نفسك. طيب حنتكلم الآن معاه وندخل الإضافة. Dark Souls 3. You have the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. Oh. You don't know how long I've searched. يعني انت قاعد كذا بهذه الطريقة. Don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. تفضل. My lady lives in the cold land of Ariandel. يا حبيبي. I need you to show her flame. ولما تروح انت بنفسك يا. That will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Ash غصبا عن عينك. Accept. Thank you. يا حبيبي. They of ash never fail. Just a moment then. Just give it to me. Hand it over. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. أي اسحب. أوه يا لطيف، دخل فيكم. هذا ذكرني في دارك سولز 1، إيد تطلع كذا لها عيون تسحبك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وهذه هي الطريقة للدخول للإضافة في دارك سولز 3 يا شباب. أنا ما أدري ليش الشخصيات الثانية ما لقيت هذا الأستاذ التعيس، لكن الصراحة والله رائع. ما أدري إيش حيصير الآن، خلينا نشوف. نتابع. أنا ما ضبطت شخصيتي، فجأة كذا جيت وتكلمت معاه ولا سويت ولا شيء، الله يستر. وأهلا وسهلا، خلينا نشوف إيش عندنا. السيوف إيش هذا؟ وأنا أغراضي أنا قاعد ألعب كذا. إيش هذا؟ Have you just arrived? Yes. How very unusual. Thank you. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. Thank you. For this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. شكلك ما أهل أن أثق فيك صراحة. A sweetly rotting bed to lie upon. والله. Ah, yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things.
But you're safe بيض now. هذا ولا ديدان اللي عنده؟ Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. طيب هذا عاد نفس الكلام. ايش لي هنا؟ طيب معروفه. في مشكله عندي انا هنا. الشخصيه هذه الظاهر اني اعطيت احد الاغراض اللي عندي. ما عندي ولا سلاح ولا سلاح، وعندي ايش يا حبيبي؟ حلعب بالسستس. الله يستر. خلينا نشوف الشخصية الثانية هل اشتغل فيها، لأن هذيك اللي أنا مضبطها بصراحة. إذا لاحظتوا يا شباب، أنا هنا ما عندي الشخص اللطيف هذا، ما أدري إيش السبب، لكن إن شاء الله نفهم بعدين. في الوقت الحالي بروح للشخصية أستطيع إني أنا ألعب فيها، يكون فيها أسلحة. الشخصية هذه ما فيها أسلحة ثانية، أبغى أشوف شخصية من الشخصيات اللي فيها أسلحة، يعني الموضوع كذا شوي مزعج. وين أسلحتي؟ خلينا نشوف. كيلر. أنا أشوف الشخصيات الثانية. يعني أنا ما أدري ليش كذا الموضوع، لكن بشوف. الحمد لله عندي شخصيات كثير. خلينا نشوف هذا واقف في كاتيدر في الديب. خلينا نشوف هل هذا طالب عنده ولا لا؟ اعذروني على صوتي يا شباب، انا شوية مريض. هذا كمان مو موجود هنا. نشوف اللي بعده. خلينا نشوف هذه. احتمال يكون موجود فيها. ما ادري ايش هو الشيء اللي انا مسويه عشان يطلع لي بهذيك الشخصية وما يطلع لي هنا. بس على العموم ممكن نجلس هنا، نروح على هذه هنا. طبعا ان شاء الله اذا كان موجود راح اضبط الشخصية اول شيء. واعتقد انه دام انه المرحله ثلج، يعني النار البليدنج ممتاز فيها والله اعلم. اها موجود فعلا.
طيب خلينا نمشي الكلام هذا لانه شفناه في بدايه الفيديو. الحين انا ابغى احط اللي عندي هذا كله واضيف عليه شغله. انا احتاج اشيل هذه. نحتاج ايش؟ نحتاج نبغى نعمل الاشياء هذه كلها بليدنج، نهتم باشياء خاصه. في اسلحه لابد تكون موجوده عندي عشان اقدر العب بشكل اللي انا يعني ابغاه. وين هذا؟ المفروض يكون تحت هنا. هذا هو، كنت ادور عليه صراحه. بعدين خلي هذا وخلي، ما نبغى حق اندري، نبغى ناخذ ال انيكيري. طبعا لو سويته هالو حيكون افضل. هل انا عندي جيم اعمله هالو؟ عندي. ها ممتاز. على العموم حنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف هذا السيستوس ما هو موجود عند المطور، لكن ما في مشكلة أبدا. نضبط الموضوع كذا، نشوف أقدر أتشقلب. لا ما أقدر أتشقلب. ما أحتاج هذا، ما أحتاج الخواتم حقت ال، ما أحتاجه. أنا أحتاج بس الخاتم هذا والخاتم أي واحد هذا، واحتاج الخاتم حق، ما عندي بلس 2. الان في شغلة اللي هي مثقلتني، هذا مثقلني ما حاحتاج الان، لكن خلي هذا احتياط. اذا اقدر اتشقلب فكويس، لا ما اقدر. انا على العموم خلينا نخفف، خلينا نخفف، نخفف، نصير نلبس ملابس قندير مثلا. ولا أقول لكم، أنا ألبس الملابس اللي أنا أحبها هذه، وأعتقد إنها حت يعني تكون خفيفة وأقدر أتشقلب. مو مشكلة، الموت نموت، نموت ما في مشكلة، نموت ما في مشكلة. المهم ننبسط باللعب بالإضافة، والناس اللي يشوفون الشباب يعني يشوفوا إنه نلعب بشكل طبيعي من دون أي كذا. أعتقد إن أنا راح أكون مدمر. خلينا نشوف السحر اللي انا حاطه. ممتاز، ما في مشكلة. يلا بسم الله، الان نتكلم مع هذا المخلوق اللطيف. طبعا تكلمنا معاه في البداية، ابغى اخلص الكلام منه بسرعة عشان نروح الاضافة ونبدأ فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والان نبدأ الاضافة. ثانك يو. Bay of Ash. طبعا دخلنا في ايده. لما دخلنا باليد جينا لهذه المنطقة. والآن عرفنا هذا شيء عادي، وهنا تكلم معنا شيء بسيط ما نحتاج نتكلم معه مرة ثانية، بس نتأكد. الآن حنبدأ يا شباب الدي ال سي، وبسم الله الرحمن الرحيم. وخلينا نشوف، وهذه هي البون فاير. ولعنا البون فاير،
واسمنا هنا اسمها شوفيلد، سنو في سنوفيلد. وبسم الله الرحمن الرحيم، وحنبدأ الدي ال سي. طبعا انا ما ادري وين اروح، يمين يسار فوق تحت، انا جيت من هنا. لكن خلينا نشوف، انا شايل الرقم السري صح؟ نحط اول رسالة انه امبش اهد او تف انمي اهد، يمكن احد يقدر يعني يسوي لي. نطلع من هنا نشوف، بسم الله الرحمن الرحيم. انا سامع اصوات، هذا ايش؟ يا لطيف، ايش هذا؟ ايش فيك سيد؟ يوه يا حبيبي، اثنان على واحد. اي شوف، ترى انت قاعد تضرب بطريقة خطأ. ايش هذا؟ ضربت واحد الثاني مات. خلينا نشوف الصوت بس شوية. طيب الآن ما ادري اذا كان الصوت وطيت زيادة عن اللزوم. طيب في، انا لقينا علامة، في احد يبغى يساعد؟ ف والله ما ادري، خلينا نستدعي يستكشف معانا. ليش لا؟ ليش لا؟ اهلا وسهلا. انا والله ما اعرف ولا شيء عن الدي ال سي، شفت شوية فيديوهات شوية أشياء. لكن طبعا هذا الدي ال سي نزل قبل حوالي 15 ثانية أو 15 ثانية أو دقيقة قولوا. وفي آيتم هناك وحابب أروح أخذه، بس لما شفت هذا يعني ما أدري شو أقول لكم. هذا اللي هنا وينه؟ هذا اللي حق النار هذا؟ آه حبيبي، شكرا. هلا واهلا وسهلا. اوه يبي كوفي، يا ليتس جو مان. طيب في شيء هناك اروح اخذ ولا انتظر؟ يا لطيف يا ولد. اي هذا. طيب تعرف شيء ولا خلينا نمشي؟ في ايتم هنا كلاب ولا ذئاب؟ يا ولد يا سيد. اهلا وسهلا. ايوه الذئب اللطيف ما نزل شيء. والله في ذئب هناك. يا حبيبي اهدى. في واحد، لا شكله نادى اخوياه. اوه ايش هذا؟ ما ادري ايش الموضوع، بس خليني احاول اضربك. يمكن ما ادري، في صوت ثاني كانه في احد جاء معاه. هذا كبير يا لطيف يا ولد.
شفنا دارك سولز 2 هذا مركز علي عارف ان انا الهوست يعني تري لارج تايتنيت شارك طيب شكرا يعني الموضوع مشجع صراحة ده وين رايح كذا نستكشف نمشي كذا ما تاخذونا خلينا نشوف تعال ما يغلق خليه ويرحب ايش في هنا يا لطيف ايش هذا خلينا نحاول نسوي البيري هذا الله أبجن شكرا هذا معاه ذئاب وهذا يا حبيبي ايش الموضوع ايش فيني طيب خلاص بس هذه لينا طب شيء هناك ايش هذا اللي قاعد يرمي انا ما ادري ليش حاط هذا بس ايش الموضوع انا انت ليش جيت هنا يا سيد يا حبيبي اصبر علينا في ورانا ذئاب يا حبيبي انا يا سيد اصبر روقنا يا حبيبي يعني هذا حجمك وتاك انتشار طيب انت وين رايح ايش في هنا انا استكشاف طيب طيب الان خلينا نروح اصبر اصبر في واحد في هنا شيء هيفي جيم يعني ايش قصدكم بكثرة الهيفي جيم يعني هل الهيفي جيم يعني هنا حتكون جيدة اذا استخدمت معاهم بالاسلحة يعني انفيوز والله ما ادري والله هذا شغال فوق ضرب فينا اسهم ايش الموضوع يا ولد امشي 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 اطلع انت وين اخذني طب لسه في ورا يا سيد خلينا نشوف هذا يبغانا نستكشف اوه ذئب كبير اي اي شكرا ايش الموضوع
ما في هنا شيء. سلاش سيلز. هل يعني تقصد ممكن يكون في باب خفي هنا؟ ما أظن يعني لهذه الدرجة. في شيء هناك، نروح من هناك. تعال 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 تعال. عفوا. يعني ما أدري إيش اللي صاير هنا. ليش شكلها غريب هذا؟ هذا ليش شكله كذا؟ بلاك فيرمو. أوه هذه اتحركت. ايه لقيت واحدة. يس 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 يس. ايش تسوي انت؟ مش عارف. والله ما ادري. يس يس تعال تعال في صراصير هنا. اي يا سيد. ما عجبني الموضوع ابدا. في شيء هناك. خلينا نضرب هذه اللي قاعد تضرب علينا نار. وهذه ايش كمان؟ خلينا نحول على السلاح الثاني. يعني النار افادت معاهم بشكل كبير. خلينا نشوف هذه. تعال تعال. لا حبيبي. بارش تاخذ انشال. طيب. وين خوينا هذا راح؟ تعال شوف. ما اظن انه حموت يعني لما ندعس على هذا الشيء. فروزن وبن. واو. شيء جديد. حلو حلو. وين هذا فروزن وبن؟ هذا فروزن وبن. حلو. تعال تعال انا بروح من هنا. بروح من هنا انا. شوف يا حبيبي في شيء هنا. ايش هذا؟ هذه تلة. ما اذكر جينا من هنا. بس خلينا نمشي على الحواف والاطراف. ما ادري. انا ما ادري انت عارف هذه اللعبة ولا لا، ولا ايش قصتك انت ماشي كذا. ايوه الذئب. صراحة اضافة رائعة. هذه شكلها تتحرك. لا لا انا سلاحي كم مستوى؟ 4. والله النار ممتازة. هني يو 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 يو. هذا هنا. ايش هذا؟ فلور جبلان. طيب هذا سلاح جديد كمان.
ننزل من هنا يا استاذ، ما ننزل من هنا، ايش ورانا؟ نضربه. ما تتحرك هذه. لحظة لحظة، تعال. يعني يا ليت عنده ميكروفون هذا عشان يسمعني، وهذا في هناك ايتم باخذه. انا عارف انه في اصوات ورايا، بس ابغى اخذ هذا. اي ايش قصتك انت؟ يا حبيبي في واحد هنا، تعال تعال، في واحد هنا. خلينا نشوف، حاطين واحد هنا ليش؟ معناته كم يقول انزل هنا. انا ما ادري انت هذا اللي قاعد يلعب معاي ايش قصته، بس خلينا نشوف. الله، النار جبارة في توين برنسس، الله يستر. بايزنتن. طيب هذا ما في شيء هنا. الآن ما أدري إيش بالضبط حيصير، لكن خلينا نشوف. والله قايل أنا من أول أنا هننزل من هنا. طب أنت قاعد، إحنا قاعدين نمشي على الأطراف الآن نستكشف يا شباب. ما أدري إيش تظنوا الآن حيصير، إيش في يعني الأطراف هذا اللي جينا هنا قبل شوية وذبحنا هذول الحشرات اللي تحت، وهذه ما فيها شيء. نرجع الآن، راجعين كذا للبونفاير على ما أظن، يعني هذا اتجاه البونفاير. في هنا طريق ما رحنا صح؟ ولا رحنا هذا الطريق؟ لا احنا نزلنا من فوق. الآن نروح من هنا كذا، راجعين البونفاير. هذا البونفاير، لا هذا واحدة ثانية، واحدة ثانية. يعني شككني بالموضوع، أنا ما أبغى أروح على الجسر، أبغى أشوف أستكشف المنطقة هنا بشكل جيد. أنا حاسس إنه فيه شيء، في سلم يا ولدنا. السيد تعال تعال، صوت سحلية. ايش هذا؟ حجر، حجر انفيوز عشان نعمل انفيوز الأسلحة. اكيد في شيء هنا، شوفوا. سهلية، تعالي وين انت؟ اي تموت وتعطيني اعتقد صح؟ كالعادة. ماذا ذاك شوزون؟ ايش هذا؟ يا الله، طيب لحظة، ايش في ورا ظهرنا؟ يو سكيرين، ياه يبي، يا ليت اقدر انط. طب نزلنا هنا بعدين. نجي هنا نستكشف. يا لطيف، في اشياء كثير هنا. بو، خلينا ننزل.
ايش هذا؟ كأنه عصفور صغير بس عليك يعني فرخ عصفور بس مكبرينه ما ادري ايش الموضوع. والله انا حابب استخدم القوس يعني هذا ايش؟ هذا السم شكله اللي سحب لطيف كان تطلع هذه شوفي انا اعرف حلك في الايرتل دنجن زي كذا هذا احلى حل. هل انا هنا يصير لي شيء في هذه المويه اموت يصير شيء؟ طب ليش يعني؟ ما اشوف الى الان شيء اي واحد انا ما اعرف انت ايش تسوي تعض اي اي والله عرف. يعني متعبين نفسه محطينك تعبت بهذه الطريقة ليش ماني فاهم؟ في ايتم فوق الظاهر حنجيله من هنا ايش هذا؟ هذاك اللي معاي ضربوه. والله مرعب المكان. هي دايت. اركض يا ولد. ايش هذا؟ ايش قصتك انت؟ احترم نفسك. موضوع شائك. الموضوع شائك. يعني هذا شفته كيف يضرب يعني هذا ما يتفاهم ما يتفاهم يا لطيف. طيب انا يعني حابب اتاكد بس دام انه مات هذاك اللي معاي ما ادري ايش قصته فجأة كذا مشي قدام فجأة مات فيتحمل هنشوف الان هنا في ايتم هناك في نزلة يمكن فوق نطلع مو من هنا. طب انا نزلت هنا زحلقة كيف اطلع فوق مرة ثانية؟ طبعا مستحيل. اوه في ايتم هنا يا لطيف هاوية تقول يا لطيف ايش هذا؟ ثلج بشكل مو طبيعي. يوه يا الله منطقة جدا جميلة صراحة. طيب ما ادري هذا ايش سوى؟ نط شكله. لا والله على اساس تشرب استس فلاسك وتنزل من هنا والله انك سوبرمان يا شيخ. لا لا ما اظن الموضوع زي كذا. طيب الان انا ابغى امشي اشوف ايش بالضبط. سامع صوت سحلية انا. يلا
يعني خلاص لازم إجباري لازم أروح من هناك خلاص، ما في رجعة يمين يسار شيء. في شيء هناك، إيش هذا؟ أسهم نار أنا حاطط من البداية، سبحان الله. هذا إيش؟ إيه هذا نفسه، هذا اللي لا زي العصافير يعني. شوفوا إيش قاعد يسوي. الله، طيب انا على كل حال حابب اني ارجع على البون فاير، بس مع الاسف ما لي شايف بون فاير. كانوا يقولوا حتدخل حتدخل غصبا عنك لازم تدخل. والله انا خايف، خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذه ديدان ولا ايش قصتها هذه؟ ما ادري. في هنا اشياء، ايش هذا؟ في هنا هذا هو ذبح واحد وهذا الثاني ولا ايش الموضوع؟ الله ما ادري يا حليله. يعني هذا ما ادري حطوه في اللعبة ليش. يا الله، والله حلوة المنطقة جدا رائعة. يبغالنا باراشوت بس. اوه في ده، في سلم سلم سلم. طبعا انا راح ادور اشوف بالمنطقة هذه كلها ايش الموضوع هنا، ايش هذا هنا. طبعا دارك سولز ما يخلو دائما يحطون اغراض هنا. نقز نقز، ايش هذا عندي؟ هذا وحش، ليش واقف كذا شكله غلط؟ اي لا والله تكلم معه. Well, there is nothing forlorn about you. Yeah, thank you. You must be the other Ash, I suppose. Yes. I am Ash. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash. Grant us our wish. خلينا نشوف. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are Ash, are you not? طبعا. Is it not طبعا. fire that you seek? نعم نعم أكيد. في شيء ثاني هتقوله؟ Surely you have seen the rot that afflicts our world. But that which fooled the good father and buried the flame after we had all made up our minds too. So please grant us one wish. Make the tales true. And burn this world away. أبشر. My lady must see أنا flame. لها. And you have only to show her. You are welcome. طيب هذا الآن بيعتمد علي أن أنا يعني أسوي أشياء. ما أدري اقدر ولا ما اقدر، يعني شكلي بعدين بالنهاية بجي اذبحه، شوف ايش يعطيني. ايش في هنا؟ لطيف، في شيء على الارض. تحرك. يا حليل هذا. مرحبا. بيزعلان.
ليه زعلان؟ والله ولا يسوي شيء ولا يضرب ولا ايش في هذا المصارين هذا اللي طالع منه ولا هذا ذيل ولا هذا ايش قصته هاي؟ ليه زعلان انا؟ طب انا لو ذبحته يصير شيء؟ ايوه صرت له بكسر. اعتذر. ان شاء الله يكون هذا. يوبي اخيرا. ايش اللي حصل هذا؟ طيب يا شباب، هذه الحلقة الأولى من دارك سولز 3، إضافة دارك سولز 3. وأتمنى نالت إعجابكم استكشاف كذا سريع. برجع مرة ثانية للمنطقة الأولى بعدين عشان نشوف إيش الموضوع. لكن على العموم هذه الحلقة الأولى، وشكرا لكم للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحط لكم الجزء الثاني إن شاء الله قريباً.